كتاب الله أحيانا وبالتوحيد أوصانا ففي قرآننا نور يضيء ظلام دنيانا سوى القرآن لا نرجو شريعته لنا نهدو ففي آياته عبر وأحكام بها ننجو تحذرنا من الشر ويدعونا إلى الخير وبالطاعات يأمرنا وبالإحسان والبر إلى القرآن نحتكم وبالإسلام نعتصم كتاب الله وحدنا فلا عرب ولا عجم كتاب الله أحيانا كتاب الله وحدنا فلا عرب ولا عجم كتاب